مرحبا بكم وشرفتونا. اللي نظم هالورشة هما ثلاثة جهات اللي هما عندهم شراكة بين بعضهم، اللي هما هيئة الوقتية لقضاء العدلي، وزارة العدل، وهيئة الحقيقة والكرامة. وعندهم تبع شركاء اللي هما البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمفوضية الثانية للأمم المتحدة ومنظمة CTG. إذن الإشكالية هي هذه، كيفاش هالجسور باش تتبنى؟ كيفاش هالعلاقة باش تترتب؟ كيفاش باش نعملوا إجراءات اللي تخلي سيولة ما بين المؤسسات وتخلي أنه الحاجيات بتاع هيك حقيقة والكرامة يقع التعبير عليها في إطار المؤسسة القضائية بسهولة وبسيولة وبشكل اللي يخلي التعامل مستمر. أشكر كل الحضور مبدئياً على قبول الدعوة والمشاركة في هذا حد يسميه لقاء، لقاء تحاور إن شاء الله نتبادل فيه الآراء لإثراء نقاش حول مشروع ومسار العدالة المحلية وعلاقتها مع الدوائر القضائية المتخصصة التي نأمل أن توشك على الانطلاق في عملها بطبيعة الحال بعد استكمال كل متطلبات ومستلزمات تكوين أعضاء هذه الدوائر. وكما قلت لكم من أول اجتماعات هذه قررت أنها تدعم هذا المسار، لأنه مسار هام في إرساء دولتنا الحديثة والجمهورية الحديثة. المحور الثاني اللي نتعاون عليه قاعدين نتعاون عليه وقدمنا فيه أصوات كبيرة مع السيد الرئيس محمد بن سالم والسادة أعضاء الهيئة المساهمين كذلك في الأعمال هذه، هو أعداد محور التكوين. ومحور التكوين كذلك ما هوش سهل، يجب ضبط المواد، يجب وضع برنامج متكامل، ونحن نعمل على هذا وهو إن شاء الله يكون أوشكنا على إنهاء هذا المحور. نأمل كذلك في أن تساهم الهيئة الحالية والمجلس الأعلى للقضاء الذي نرتقب إرسائه إن شاء الله في أقرب وقت أن نعمل معكم سيدة الرئيسة في تحقيق أحد أهم أهداف العدالة الانتقالية، وهو إصلاح المؤسسات، وأن ندعم إصلاح القضاء وتطوير أدائه وتشخيص أسباب ضعفه السابق. في البداية بعجلة نقدم بالترحاب والشكر على تنظيم هذا الملتقى، هذه المائدة المستديرة نسميها لتبادل الآراء. وزارة العدل قبل ذلك نرحب بشركاء الأفاضل بارتنير تكنيك فينانسيي ما نفكوا يقومون بعمل جدي مضني متواصل. زملائنا السادة القضاة الأفاضل ورؤسانا، السادة المحامين، السادة الممثلين لمكونات المجتمع المدني حاضرين لهنا، كافة الحضور. وزارة العدل كما تعرفوا شريك فاعل في المسار هذا، ومجهودها واضح باش تواصل المجهودات نتاعها وبصفة أدق وبدون يعني بصفة مباشرة، أنه كما تفضل السيد الرئيس ممثل الهيئة الوقت الإشراف على القضاء العدلي تم تسمية السادة القضاة الدوائر. الوزارة ساعية بحول الله لمزيد تدعيم المسار هذا، والسيد الوزير قدم أعطى عناية خاصة للمسار العدالة الانتقالية وموافق كالجانب السياسي موافق على أحداث دوائر أخرى إن شاء الله، والوزارة مكبرة على أعداد بعض مشاريع الأوامر في المسار هذا. وإن شاء الله اللقاء بتاعنا واللقاءات الجاية الأخرى بكل تكون مثمرة. كما تعرفوا اللي التكوين للسادة القضاة ما همش متفرغين، مرة أخرى عملنا اجتماع بخصوص أعداد الوثائق الوسائل اللي مش تساعد على بسرعة وبصفة عميقة على التكوين هذا،
والعديد اللي انتم تعرفوها، الخلافات او الاختلافات او التأويلات فيما يتعلق بالقانون وتطبيقه وبعض النقائص في هذا القانون، والفرص هذه بحول الله باش تكون لنا تعطينا الوقت باش نكبوا على المسائل هذه وتوحيد الآراء للمصلحة العامة إن شاء الله. مع الشكر. من عامين يتم الحديث عن الدوائر المتخصصة بصفة رسمية. كنا نتحدث احنا كمكونات المجتمع المدني معزولين عن الحديث الرسمي اليوم، وهذا في حد ذاته يعتبر حالة ضعف حتى لا يكون ذلك في اتجاه عدم التشجيع على مثل هذه المبادرات التي نحييها. تتمثل المساءلة والمحاسبة في مجموع الآليات التي تحول دون الإفلات من العقاب أو التفصي من المسؤولية. هذا هو الأوبجيكتيف برينسيبال. 7 يقولش المساءلة والمحاسبة عن شكون؟ من اختصاص الهيئات والسلطات القضائية والإدارية حسب التشريعات الجارية على العمل. لذلك علاش احنا في عشقة قداش من مرة قولوا احنا هيئة حق الكرامة ماش قضاء ولا جزء من القضاء. سألنا لنفوها 8 تحدث كذا كذا. هذا يزنى يفو ليه للتكست كما هو يزنى الفصل 38 شنية مهام وصلاحيات الهيئة. مهام وصلاحيات الهيئة ماش باش تهز الملفات للدوائر القضائية المختصة. احنا كنشوفوا في يعني التجارب المقار مش معقول انه مثلا نحن نقول عنا 27 ملف باش يمشي 27 ملف، لكن اني باش نختار ملف على ملف يلزم تكون فرمة معايير، والمعايير هي يلزم يكون متفق عليها ويلزم ننشروها للاخر باش الناس يعرف علاش قضية فلان ولا القضية هذه القضية معناتها تحالت أمام الدوائر المتخصصة وغيرها لم يقع إحالتها. وهذا هام وهام جدا ويدخل أصلا في باب يعني في احترام التقاضي، لأنه يلزم يكون عندنا معايير واضحة للقضايا التي ستحال على الدوائر المتخصصة.